التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق في أمسية هذه الليلة، أمسية الحقائق، ثاني أيام مهرجان المرموم الختامي في هذه الانطلاقة. ستل الستار في مساء هذا اليوم على سن الحقائق بعد نهاية الشوط القادم، بعد هذا الشوط المنطلق في شاشة دبي ريسنج، يحمل هذه الأسماء الشوط التاسع عشر، يحمل هذه الشعارات العملاقة والجميلة والرائعة التي تتنافس على شرف الفوز والناموس. هذا الشوط الخاص بالأبكار الحقائق في انطلاقتها وتحدياتها. نسير ونبحر في عمق الميدان، نتعرف على المراكز الأولى. تتقدم شواهين، سالم بن علي بن حمد الشامسي على رأس الحربة، تتقدم الأبكار وتقودهن. تليها في المركز الثاني، تأتي في ثانية المراكز وتتقدم زاخر يا زاخر، صالح بن شعبان بن صالح المنصوري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر، شوف هذه الانطلاقة، المركز الثالث وهذه ثمينة، هذه ولا حفلة، هذه حفلة. أحمد بن مبارك بن سعيد الاكتبي تتقدم على ثالث المراكز، وبقول المركز الرابع بنلقى في رابع المراكز ساس 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 سعيد بالصغير بن قنون بن يرادة، ولكن بن دحروي يقدم لنا نجدة، راشد بن محمد بن دحروي. المركز السادس، بنكمل النداء، بنتابع هذا الشوط، بنتابع هذه الأثارة. شوف الوصول، هذه وصلت، وشوف الوصول مع أحمد بن غانم بن حموده الظاهري، هناك شعاره يتدخل كذلك بقوة. بينما المركز السابع من الجانب الآخر، المركز السابع أشوف هناك دخول أيضا من الفائضة علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري. المركز الثامن وصل بن عمان يقدم سيوف سالم سعيد بن عمان المهيري. والمركز التاسع من الجانب الآخر، بن سرود، شعارك يا بن سرود يا الخيالي. كذلك المركز العاشر لنكمل النداء، وهذه ضبا راشد بن حمد بن مبارك المهيري. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط بانطلاقة الحقائق، بهذا الكم، بهذا السيل، بهذه الانطلاقة، بهذا الاندفاع الجميل والرائع. مشاهدي العزاء، أركان على مقدمة الشوط في هذه الانطلاقات، ركان على مقدمة الشوط، تقود الشوط، تندفع بالمركز الأول، تسيطر على المقدمة بهذا الاندفاع، بهذا الانطلاق. أحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري يقدمها في هذه الانطلاقات، في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. المركز الثاني تأتي نجدة في المركز الثاني، وتقدم في هذه اللحظات من نجدة تتقدم راشد بن محمد بن دحروي العامري على ثاني المراكز، سالم بسعيد بن عمان المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع 54، هذه حكاية مانع بن فراج بن مانع الرزق العجمي، ولكن خلاص بروح مع المركز الأول، بروح مع المركز الأول. تتقدم بالمقدمة ركنة أحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، تتقدم ركنة على مقدمة الشوط على المركز الأول بن حموده، والشعار الاقتصادي شعار الأصالة. ولكن شوف الرقص على المركز الثاني أيضا، التنافس غادم وارد، والتحدي في هذا الشوط وضوح
وضوح راشد، راشد بن نافع بن سعيد الوهيبي على المركز الثاني، ولكن خلاص أحمد بن غانم، أحمد بن غانم بن حمودة، أحمد بن غانم بن حمودة، سلام للعاصمة أبوظبي، سلام سلام، تهانينا أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على فوز ركانة بهذا الشوط وبهذا الناموس. أيضا المركز الثاني قدمت أداء جميل وقدمت انطلاقة، هذه وضوح لراشد بن نافع بن سعيد الوهيبي، حلت في المركز الثاني. المركز الثالث نشوف رقم المركز الثالث، المركز الثالث من وصلت فيه مشاهدي العزاء سمع لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، والمركز الرابع، المركز الرابع نجد له راشد بن محمد بن دحروي العامري، المركز الخامس، المركز الخامس سيوف لسالم بن سعيد بن عمان المهيري. التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون 5 دقائق و51 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، والسلام للعاصمة، سلام وسلام العين كذلك مع هذا الشعار الاقتصادي الجميل والرائع. المركز الثاني 5 دقائق 53 4 أجزاء من الثانية اللي حلت في المركز الثاني وقدمت أداء جميل، هذه وضوح لراشد بن نافع بن سعيد الوهيبي، أتت في الأمتار الأخيرة بأداء جميل. بينما المركز الثالث 5 دقائق 54 جزء 1 من الثانية، المركز الثالث هذه من وصلت في هذا الانطلاق، هذه سمعة لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، هذه النتيجة للثلاث المراكز مع التوقيت الزمني. تهانينا للجميع.